هنروح بقى للخبر اللي جاي ونقول يعني كل سنة وكل عام وإحنا بخير. نوستالجيا الأهلي و16 مايو بس عام 2002، هذا اليوم التاريخي لأن هو كان فيه سكور تاريخي، الأهلي حقق فيه أكبر فوز في تاريخ الديربي مباريات الدوري طبعا على الزمالك في اللقاء الشهير زي ما حضراتكم عارفين اللي انتهى 6-1 لصالح الأهلي. المباراة وقتها زي ما حضراتكم أكيد فاكرين شهدت تسجيل كابتن خالد بيبو لرقم قياسي، هو اللاعب الوحيد اللي سجل سوبر هاتريك في مباريات القمة. هذا اللقاء اللي لحد هذه اللحظة احنا بنتكلم من 2002 احنا مش قادرين ننسى هذه يعني المنافسة القوية جدا اللي كان فيها ضغط كبير جدا من الأهلي في الدقائق الأولى حتى نهاية الشوطين ونهاية المباراة، يمكن هو ده اللي كان سبب في فوز الأهلي، ويمكن مانويل خوسيه كان هو صاحب هذه الفكرة، فكرة الضغط من الدقائق الأولى على الزمالك حتى نهاية المباراة. كابتن خالد بيبو طبعا تعليق كابتن مدحت شلبي وبيبو وبشير بيبو والجول والحاجات اللي احنا مش هننساها وكل طبعا. واحد انا عن نفسي اليوم ده كنت بتفرج في كافيه شهير في المهندسين يعني قريب من نادي السيد وكنا صغيرين جدا بس كنا قاعدين الواحد ما كانش مصدق والناس كلها ما كانتش مصدقه، كان اداء اكثر من رائع، تاريخ جميل عمرنا اكيد ما هننساه. عباره بيبو والجول لغايه يومنا هذا بتتقال ده اتعمل فيلم عليها. والله العظيم صحيح على رايك وبيستشهد بيها في كتير جدا من المواقف، اكيد كان لقاء مهم جدا واكيد كان سكور يعني لن ينساه التاريخ اكيد، دي حاجه مفروضه حاجه طبعا جميله. كانت اسامي بقى عصام الحضري وابراهيم سعيد وجيلبرتو وكابتن سيد عبد الحفيظ، وهناك برده كان في رضا سيكا وعبد المنصف، يعني اسماء طبعا كتيره برده محترمه في يعني الفريقين، بس حاجه وتاريخ لن ينسى كل سنه واحنا جميعا بخير. والسنه اللي فاتت برده انا فاكره كويس جدا كان احتفال جميل جدا، وهتلاقي السوشيال ميديا دلوقتي بتحتفل شوف بعد طبعًا. مرور كام طبعًا. سنه بس طبعا ذكرى لا تنسى، لان زي ما بقول لحضراتكم هو سكور اكيد تاريخي.